السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايبي، اللي مشتركش في القناة اشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين يا حبايبي القطايط الحلوين دول؟ الجمال دول ديت مش همهم خالص، دي كانت راقدة على بيض. كانوا جماعة جايبين لي بيض مرقود عليه، فاني شكيت في امره، فقمت حطهم تحت البطة ديت، طلعت لهم اللي طلعته والباقي باظ من الحر عشان هو بارد منهم. فهي عشان كانت مطلعة بط، فجبتها. كان عندي بط صغير هنا اهو طالع من الفقاسة، زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي، دوزداني اهوت، وبط بلدي اللي هو الفرنساوي. فقلت اما اجيبها مع البط ده، مع البط الصغير ده عشان الفران وكده، سيبتها معاهم في الارضيه كده. البطه دي مجرمه شرانيه وعدوانيه جدا، ساعه ما باجي ادخل عندهم اعلفهم او اعمل اي حاجه الاقيها هجمه عليا وعايزه تعضني. انا عامه بخاف منها، شايفين؟ والله بخاف منها. شوفوا كده، شوفوا شوفوا عملت ازاي. خايفه منها، شايفين المنظر بتاعها؟ البطه ديت تبقى حلوه، بطه حلوه وجميله، ما تخافيش منها. ديت تقدر تحضر لك الطيور وتحافظ لك عليها، رغم ان هم مش ولادها، بس بسم الله ما شاء الله انا حطاها في وسطهم محافظه عليهم، وبتاكل وبتشرب معاهم. وزي ما انتم عارفين برضو بياكلوا علف سمسم اهوت يا حبايبي، او علف سمسم معاكم اهو. العلف متوفر على طول اهوت، رغم ان العلف غالي، بس مش مقصره في حق طيوري. والله مباشره طيور مش مقصره في حقهم. فربنا يبارك لي يا رب، ويبارك لامه محمد اجمعين. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو، البط دي مش بتاعي، البط دي بتاع بنت عمي، هي عندها مناسبه وكده، يعني راح اتجوز بنتها، فقالت لي البط اللي يطلع لي حضانيه عندك على ميعاد فرح بنتي، وبعدين ابقى اخده منك. قلت لها خلاص مفيش مشكله. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، شايفين البط ده وجمال البط الرصاصي ده، ما بيكبر بيبقى روعه، بيبقى بسم الله ما شاء الله، بيبقى بط شايل وزن. بقول لك يعني مش هقول لك ان بقى شايل اكتر من الذكر السوداني عشان تقول هتقول عليا كدابه، لا والله بيبقى شايل وزن اكتر من الذكر السوداني، بسم الله ما شاء الله. يعني ممكن اوزانه توصل لاربعة كيلو واربعة كيلو ونص، حسب العلف وحسب شغل ايدك انت ونظافه الطير. البط ده جميل جدا جدا جدا، انا ربيت منه بط كبير عشان اعمل منه انتاج برضو، يبقى مولر رصاصي، سبته مع تقرص رصداني برضو عشان يجيب لي مولر رصاصي. يعني المولر بيبقى ابيض واسود، انا هعمل منه انتاج رصاصي بسم الله ما شاء الله، لان انا كان اشتريت بط مره من واحد كان مولر وكان رصاصي، بسم الله ما شاء الله كان شايل وزن. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لكل صاحب مال في ماله يا رب. فالبط ده اما بيبقى مع ذكر سوداني او ذكر مسكوفي بيجيب بط رصاصي الوان كده، بيبقى جميل جدا جدا وبيشيل وزن حلو. فانا ربيت منه كبير دلوقتي، حشت لي اربع بطيات كبار تجربه، اعمل منهم انتاج، وان شاء الله ربنا يرزقني يا رب ويرزق الجميع بكل ما يحب ويرضى يا رب ان شاء الله. الحاجه الشرانيه العدوانيه ديت انا بخاف منها والله، ما باجي اكلس لهم، بحاول ان امسكها واحطها في اي مكان تاني عشان ما تبهدلنيش، بس ان عضه البطه بتبقى صعبه قوي، انا بخاف من البطه عامه كده اللي بيعضد. ثواني بس اعمل لهم قطعتهم اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، دول اللي منهم البطتين في المكان التاني اللي صورتها مع البط اللي هو كبير عنهم شويه، معدي منهم حوالي على اربع بطات في المكان التاني. شايفين البطه عايزه تهجم عليه باي طريقه، مسكت بطه حدفتها عليها عايزه تعضني. اهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دول حصنتهم تحصينه، الكيس اللي هو الاصفر انا عرضته معاكم على القناه قبل كده، بسم الله ما شاء الله الكيس ده سحر سحر، انا ناسي اسمه والله، بس هو على القناه عندي انا منزلها على القناه عشان برضو لو حد عايز يرجع للفيديوهات القديمه هيلاقي على القناه عندي برضو، انا ناسي الاسم بتاعه، بس هو ده انا بستخدمه على طول تحصينات لاي طيور او اي استقبال طيور عندي صغيره. بسم الله ما شاء الله ده سحر وجميل جدا جدا. دلوقتي انا بحط لهم ميه بيضه بس بعد ما حصنتهم، حطيت لهم الكيس التحصينه ده، بحط لهم ميه بيضه بس دلوقتي، مفيش فيهم اي حاجه، اللهم صل على النبي، حلوين جدا جدا. هو يا حبيبي زي ما انتم شايفين البط كده، بسم الله ما شاء الله حيويته حلوه جدا جدا، ومفيش في اي حاجه. بحاول بقدر الامكان ان احافظ عليهم من الحر، على ما يجمدوا بس شويه يقدروا ان هم يطلعوا في المسقه زي الثانيه دي، زي البط اللي مصوره معاكم ده، مسقه زي دي كده، احط لهم مسقه برده يستحموا فيها برده، وعشان ايه الميه بترطب على جسم الطير، ما بيحصلوش اسهال، ما بيحصلوش اي حاجه. على ما يجمدوا بس كمان شويه كده احط لهم برده مسقه واسعه يستحموا فيها، مش مشكله البلبطه هم يبلبطوها في الارضيه، بس بحيث ان هم يتحافظ عليهم من الحر، احط لهم ميه، احط لهم فيها خل تطر على جسم الطير،
وتطر على صدره برضو ما فيش اي مشكله عشان تحافظ عليهم من الحر، لان الحر بيبهدل الطيور. الحر صعب يا جماعه، على قد ما تقدروا تحافظوا على طيوركم من الحر حافظوا. لو هتكلفكم ايه باللذي، مش هتكلفكم قد ما بتجيبوا علف، مش هتكلف قد ثمن العلف وثمن الطيور والله العظيم. ان انتوا تحافظوا على طيوركم مش هتكلفكم حاجه. اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله حلوين جدا اهمت، وربنا يبارك ليا وليكم يا رب، ما يضيعش تعب حد ولا يخسر حد في تعبه ابدا. شايفين يا حبايبي، نحط لهم سقايه 4 لتر هم، ساعه ما بيخلصوها بملاها لهم تاني على طول. السقايه مليانه قدامهم ميه اهي، بسم الله ما شاء الله. البط ده عاجبني جدا جدا والله، وعايز اعمل منه انتاج مولر زي ما قلت لكم، وربنا يا رب يوفقني واطلع منه سلاله كويسه. وبرده ساعه ما يطلع منه سلاله عندي برده، لسه هو لسه بط لسه شمرت لسه ما بطش، منين ما يبيض ويطلع عندي انتاج هصور معاكم برده الانتاج بتاعه، وان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا يا رب. يلا يا حاجه شرانيه بقى اشوفك على خير، شرانيه جدا جدا والله العظيم، بتبهدل الدنيا معايا لما اخش عندهم بتبهدلني. انا واقفه بعيد عنها اصلا عشان لو دخلت عندها تعضني. هي لما البط جنبي منها وراها اهو زي ما انتم شايفين كده، فانا بحاول بقدر الامكان ان ما احتكش بيها. الله ربنا يكفينا شرها. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وبكده يا حبايبي اكون وصلت لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.